مشاهدي شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم الان في هذا المباشر من مدينه الدار البيضاء. في هذه اللحظات كيف ما كتشبعوا معنا من شاطئ عين تياب، بطبيعه الحال بعد تدخل المسؤولين ومجموعه يعني من عمليات المراقبه، كيف ما كتشبعوا شاطئ عين تياب حلته الجديده اصبح صالحا لاستقبال واستقطاب المصطافين، خاصه يعني كيف ما كتشوفوا الجماليه ديال المظلات الشمسيه اللي حاليا متواجده هنا بكورنيش عين تياب من شحال هذه، والناس البيضاويين بصفه عامه وذوك الناس اللي كيجيو من مدن اخرى من مدينه الدار البيضاء باش يتمتعوا بجماليات شاطئ عين تياب، كيتكلموا عليها الى انه يعني تغيرت الامور كيف ما كتشوفوا، يعني فاش بدلوا يعني شي حاجه بسيطه باراسول كريسيات كاين البلاصه اللي فاتت بلا وكاين لا، ولكن يعني عطات واحد الجماليه كبيره يعني من اللي قادوا الالوان ديال لي باراسول. هنا تبدلت الجماليه ديال الشاطئ عكس ما كان قبل، كذلك منعوا هذيك لي زور يعني اللي كيجي وكيديروا لي زارات لاصقين في الباراسول على قبل الشمس على قبل الوليدات الصغار، يعني حتى هما تمنعوا لان كانت كتعطي واحد الصوره ما نقولوش خيبه، انما يعني كتغطي الجماليه والمنظر ديال الشاطئ او ديال الكورنيش. كيف ما كتبعوا مشاهدي شوف تيفي في هاد اللحظات، شاطئ عين تياب يكتسي حله جديده بعد تدخل المسؤولين، كانوا ربما يعني كانوا حملات ديال الملك تحرير الملك العمومي، يعني من الناس اللي كانوا كيستغلوا الملك العمومي ولا الشاطئ باش يحطوا الباراسولات ديالهم الخاصة. كيف ما كتبعوا مشاهدينا في هذه اللحظات